ضافت لينا واحد الفتاة، هيا كتضحك. قلت لي حبسي وحبس هاكا كنحط سبون. يعني كيجي الديزاين سامبل من القدام ومن الخلف اللي كيجيو فيه هاد الصديفات، يعني اللوينات جاو ما شاء الله مواتيين. بان لي كولور كاين، ها نتوما اللون اللي لابسه. استمرينا البنات، شوفوا لي ثاني هاد التنساق. اهلا وسهلا متتبعي متتبعات قناه كونفور اليغونس فيما كنتو. فيديو جديد، نهار جديد، الجديد، التنسيقات، الاناقه، كيف دائما عودناكم من متجركم المفضل. البنات هاد المره غنعطيكم نعد ديال لا فيديو في الاول، مولفه كنحطو لكم في الاخير، من اليوم غادي نعطيه لكم في الاول باش هكا الناس كلشي اللي كيسولوا فين جا المحل يشوفوا ان شاء الله في الاول، يشوفوا ان شاء الله في الاول. شوفوا لي هذا هو المغازا من على برا، شو كتلقاو ديجا دايرين لي طونغ سنيدلا دي زارتيكل ا بوتي بري. المحل كتلقاو فيه بانو ديجا هو كونفور اليغونس، شو ديجا راه باين لاصق على محل اصالتي ديال الجلال. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يجيو عندنا غنعطيكم نعت هنايا، هذه الدخله الثالثه من الشارع الكبير جوهره. الشارع الكبير جوهرة هو هذاك اللي لهيه، هذاك هو الشارع الكبير جوهرة. هذا الا كنتو جايين على الطوغوت هنا الطلعه ديال اتاكا داو داين السبع، كدوروا على يدكم اليمين في الراس ديال هذا الشارع، من الاول كتلقاو بيم من الجهه اللي من لهيه. كتقطعوا الشانطي كتلقاو الدخله الاولى فيها لا بيم سي، الدخله الثانيه فيها لا بيم سي، الدخله الثالثه اللي هي هذه فيها هنا في الراس الامانه للقروض الصغرى، وهنا مقهى ممتاز. كتجيو مع هذه الزنقه نيشان كتلقاو المغازا. سي بون البنات، مرحبا بكم ونتوكل على الله ونبداو مع لا فيديو ديالنا. ان شاء الله كاين ما يتشاف، كاينين تنسيقات زوينين وكاين جديد ان شاء الله غادي يعجبكم، والاهم بالثمن المناسب. غنتوكلوا على الله البنات وغنبداو مع اول ديزاين. شوفوا لي هاد المره غنديروا لكم فيديو ثلاثي، بما حنا ثلاثه ماشي جوج. ضافت لينا واحد الفتاه، هيا كتضحك. قلت لي حبسي وحبس هاكا كنحط سبونطاني. مكاينش حبسي. شوفوا لي البنات، غنبداو بهذا الموديل الانيق. شوفوا لي ما شاء الله كيفاش كيجي في اللبسه، رائع البنات، زوين. وهنا مع ايا درناه مع لي باموس، ومع شوفوا لي لي بوت كومبونسي في لا كولور مارون. هذا ديزاين رائع البنات، كيجي هنا بلا بوند الاستيك شو، وكيجي بهذا الكارنيتور هكا، جات لبسه هكا انيقه. وهنا شوفوا لي كيفاش درنا لكم عاوتاني التنسيق، درنا لكم هذا اللي كيجيب لي غايور بالكري، درناه مع باسكيت فلا كولور بلونش. شوفوا لي كيفاش كتجي في البيسه، رائع البنات. وبالنسبه لهاد ديزاين الانيق راه فيه لي طايس الام ال، وفيه اس ام ولا ام ال، شنو اللي عندك ايا؟ ام ال. ام ال في ام ال، ياك خديجه لابسه ام ال، وايا لابسه اكس ال دوبل اكس ال. شو يعني باش تشوفوا كيفاش كيجي مع الفتيات اللي كيكونوا نحيفات والفتيات اللي كيكونوا مسمينات. سي بون البنات، حنا هكا وتا افكار كنبغيو نقترحوا عليكم، افكار ديال البيسات مختلفه. هذاك الشيء درنا لكم بطريقه سبور وبطريقه هكا كلاس. وبالنسبه للالوان شوفوا لي لي ميلونج دو كولور اللي متوفرين، كاين ما شاء الله تلوينه زوينه. شوفوا لي كاين بالنوار، كاين بالمارون، كاين بالطوب، كاين بالكري اللي ديجا شفتو من البوز. ها نتوما البنات الوان يا سلام. وكاين كذلك هذا الميلونج هذا اللي لابسه ايا، شو هذه هي الالوان اللي متوفرين في هذا الديزاين. وبالنسبه للثمن 180 درهم. وبالنسبه لي بوط البنات من غير لا كولور اللي شفتو ديجا لابسه ايا، راه متوفر كذلك في لا كولور نوار. هذا هو الديزاين، شو الثمن ديالو 380 درهم. عندنا فيه النوار وعندنا فيه المارون، عندنا فيه النوار وعندنا فيه المارون. وبالنسبه للباسكيت متوفره في اربعه اللوينات، هذه يلاه دخلت في لا كوليكسيون جديده. عندنا البلون بالنوار، عندنا البلون اوني، عندنا النوار بالبلون، وعندنا البلو روا بالبلون. بالنسبه للثمن 180 درهم. المقاسات متوفر من 36 حتى 40. ومستمرين معكم البنات ودائما مع الموديلات الانيقه. وشوفوا لي ثاني هاد الديزاين، هذا تاهو ما شاء الله كيجي رائع وانيق في البيصه. البنات هذا راه نفس الديزاين نفس الستيل، هو نورمالمون راه كيتلبس بهذه الطريقه اللي لبسته لكم ايا. يعني كيجي الديزاين سامبل من القدام ومن الخلف اللي كيجيو فيه هاد الصديفات. مي هنا اقترحت لنا خديجه نديرو هكا عاوتاني في البيصه، نجيبو الصديفات القدام، صراحه هكا جا زوين في البيصه. شو
بصفيفات القدام يعني لا هكا لا هكا البيسه جات زوينه يعني بحال هكا لا خديتو هاد البول د لا ماي ستيل روب يعني غادي تستافدو منه كثر تقدروا تلبسوه بهاد لا مانيير هكا ممكن تلبسوه بهاد لا مانيير هكا وشوفوا ليا كاقتراح في الرجيله درنا لكم هاد المره دي ستيل ديال ديغات شو هنا درنا هاد لو ستيل هذا في النوار وهنا درنا هاد لو ستيل هذا في البيج بجوجهم ما شاء الله كيجيو روعه في اللبسه بالنسبه للموديل البيج اللي لابسه لنا خديجه راه متوفر في لو بيج ومتوفر في النوار غنوريه لكم بالنسبه للستيل اللي لابسه ايا متوفر فقط في لا كولور نوار وبالنسبه للالوان اللي متوفرين عندنا في هذه الكسيوه هذه عندنا النوار وعندنا كذلك هاد الطوب وعندنا لا كولور بيج وبالنسبه للثمن 150 في ليتما في التيكي كاين الاس ام وكاين ال اكس ال البنات متوفر فيه جوج ديال المقاسات شوفوا لي البنات بالنسبه للكاط هذا الثمن ديالو 330 درهم هذا متوفر في اللون الاسود فقط وبالنسبه للديزاين الثاني اللي هو هذا متوفر في النوار شو ومتوفر في لو بيج هو ديجا اللي شفتو ملبوس و تاهو بنفس الثمن 330 درهم المقاسات فيهم بجوج من 36 ل 41 ومستمرين معكم البنات ومع الاناقه ديال اليوم ما شاء الله وشوفوا لي ثاني هاد البيسات ما شاء الله كيفاش جاوا متيولين متيولين كيحمقوا ودائما مع لوينات مختلفه هكا باش كنقترحوا عليكم اراء مختلفه شوفوا لي هنا البيسه اللي درنا الفيغو نوار مع بوت وهنا درنا الموف مع البيج مع باسكيت فلا كولور بلونش يعني اللوينات جاوا ما شاء الله مواتيين وراقيين وانيقين كنتمنى يعجبكم لو شوا ديالنا وحتى الا كان عندكم اقتراح اخر مرحبا خليو لنا اقتراحاتكم كون كنتو في بلاصتنا كيفاش كنتو ديروا هاد التنسيقات وبالنسبه لي بول ديالنا راه متوفرين عندنا ما شاء الله في تلوينه كبيره عندنا كذلك لا كولور غريز عندنا الطوب كاين البيج كاين الفيغ متوفر كذلك لا كولور موف ما شاء الله تلوينه كبيره بالنسبه للثمن 150 درهم لي طاي شنو عندك تما كاين ام ال وكاين اكس ال دوبل اكس ال يعني هاد لي بول د لا مايل كيكونوا ديجا ساتير داكشي اش كيلبسوا دوبل طاي سي بون البنات وبالنسبه للترينش ديالنا متوفره في اربعه ديال اللوينات ولا ثلاثه هاد الباج هذا فاتح عليه ياك هانتي هزيها خديجه باش نشوف الباج هذا شوفوا لي البنات الباج كاين هاد الكلار شويه وكاين هذا كيجي فونسي عليه بدرجه وكاين كذلك وكاين كذلك لا كولور غريز وبالنسبه للثمن ايا الثمن ديالو 180 درهم لا طاي فيه ياك فيه لا طاي حتى الاكس ال يعني فيه حتى الدوبل اكس ال البنات الموديل راه متوفر حتى الدوبل اكس ال مستمرين معكم البنات وهاد المره مع تنسيق اخر شوفوا ليا هنا درنا هاد لي بولت لا ماي هاد لو ستيل كيجي طويل كيجي طالع هكا غون طالع من الفوق كيجي بجيوبه شو وبالنسبه للاكوب كتجي شويه ايفازي ديجا الديزاين كيجي شويه ايفازي ودرناه كتنسيق مع هاد البونطالون هاد السيل هذا ديال التقطعات اختي هذا بالنسبه للبنات لي فوالي راه ممكن ديروا تحت منه لابا او ممكن ديروا واحد الطرف من التحت كيتزاد في الركبه كيبقاو يبانو غير دوك التقاطع هادو البنات راه بروموسيون بالنسبه لهاد لي سليم الثمن ديالهم دابا في البرومو 80 درهم ودرنا في الرجيله هاد لي بوتين هادو ديال تا دومي طالون كوليكسيون واعره البنات هادو شي حاجه زاز اخر ما كاين بالنسبه للبيل الثمن ديالو 150 درهم متوفر في الام ال اكس ال دوبل اكس ال بالنسبه لهذا اللي لابسه لنا خديجه راه كيجي شويه قصير على الموديل اللي لابسه ايا الالوان ديالو شوفوا ليا كاين نوار كاين البيج كاين كذلك هاد الموف انوي متوفر فيه كذلك هاد البلو اللي شفتو ديجا ملبوس ومتوفر فيه البيج فونسي هاد الطوب وكاين لا كولور غريز ولا كولور نوار هذا بالنسبه للديزاين اللي لابسه لنا خديجه اما بالنسبه للموديل اللي لابسه ايا الموديل اللي لابسه ايا راه كيجي شويه طويل على الديزاين الاخر واحد الاختلاف ماشي تقريبا واحد 4 صبعان الاختلاف ديال 4 صبعان شوفوا ليا كيفاش جا هنا درنا مع هاد الترينش هادي في لا كوليكسيون الجديده موديل رائع البنات شوفوا وتا هو راه متوفر في اللوينات ليا بالنسبه للموديل اللي لابسه ايا متوفر في الالوان كاين لا كولور بيج كاين الموف عندنا فيه كذلك هاد لو فيغ انيس
كاين فيه كذلك لا كولور غريز نوار، كاين هذا الكاموني، هذا الطوبي، هادو هما اللوينات اللي متوفرين. الثمن 150 درهم، وتا هو راه فيه المقاسات ام ال و اكس ال دوبل اكس ال. بالنسبه للترانشه البنات شوفوا ليا كتجي رائعه في البيصه، هذه ديجا راه متوفره حتى هي في اللوينات وفي لي طاي. وبالنسبه للوينات ديال الترانشه البنات عندنا النوار، وعندنا هذا اللون اللي لابسه ايا، وعندنا هذا الباج هذا. شو هادو هما اللوينات اللي متوفرين فيهم من الام حتى الاكس ال، والثمن 200 درهم. استمرينا البنات شوفوا ليا ثاني هاد التنساق. هنا درنا لكم هاد لو بول فيست، هذا اللي كيجيب صديفات الصوفا، كاليتي طوب البنات، ديزاين طاليان. درناه هكا مع بونطالون فلا كولور بلونش، هذا جين، ودرناه مع هاد البوط هذا على قولة الله اكبر فلا كولور ماغ. شوفوا ليا البنات بالنسبه لي كولور، عندنا هاد المارون، هذا عندنا هاد البلو نوار، كاين هاد البيج فونسي، كاين البلو روا، وكاين البلون كاسي. هذه هي التلوينه ديال هاد البيل فيست ديالنا. وبالنسبه للثمن 170 درهم. شوفوا ليا البنات وبالنسبه للبوتين راه متوفر في لا كولور نوار ولا كولور كراميل. هذا موديل رائع وانيق، كيجيب هاد البارتي هنا بوند الاستيك على حساب الناس اللي كتكون عندهم لا بونت عامره. وبالنسبه للثمن 320 درهم. ومستمرين معكم البنات وندوزو مع تنسيق اخر. شوفوا ليا شوفوا ليا البنات بالنسبه لهاد لي كاب، هذا ما بقاش متوفر عندنا فيهم بزاف، هذه اخر قطعه يلاه دخلوا ميم با دو جوغ ما شاء الله تقداو في الماغازان، راه ديجا كنا صورناهم ليكم لايف، ما بغينا نديروهم لكم تنسيق وان شاء الله نعاودو نجيبو لكم دي ستيل هكا. وشوفوا ليا البيلت لا مايد دخلاني تا هو ما شاء الله كيفاش كيجي، كيجيب الصديفات. هذا الثمن ديالو 120 درهم، الكاب 220 درهم، والجين روعه روعه البنات، هذا فيه لي كون طاي حتى 52، هذا البنات الثمن ديالو 140 درهم. وفي الرجيله درنا هاد الصباط لي في لا كوليكسيون جديده تا هو راه فيه اللوينات. نعطيكم اللوينات ديال البول وديك الساعه ندوز معكم الالوان ديال الصباط. شوفوا ليا عندنا فيه الكري، عندنا فيهم هاد لو فير كلير، عندنا فيهم هاد البلون كاسي، هاد الغوز، وكاين كذلك لا كولور نوار. الثمن 120 درهم. وبالنسبه للديزاينر البنات راه كيلبس دوبل طاي، كاين ام ال ولا اكس ال دوبل اكس ال. وبالنسبه للصباط صباط البنات هذا هو اللون اللي شفتو ديجا ايا لابسه. شو هذا راه متوفر في اربعه اللوينات، عندنا فيه كذلك النوار، عندنا فيه هذا البلو بالبيج، وعندنا فيه هذا الكري بالنوار، ومتوفر كذلك هذا الستيل هذا. هذا راه ديزاين جديد في هذا لا مارك، شوفوا لا سيميل كتجيب لا كولور بلونش. هذا عندنا فيه الغوز، عندنا فيه الزيتي، عندنا البيج، عندنا النوار، وعندنا كذلك لا كولور كراميل. ومستمرين معكم البنات وغندوزو لتنسيق مختلف. شوفوا ليا هاد لي تريكو هوت، هادو البنات راه الصوفا لا كاليتي بروميير شوا. هانتوما التوب ديالو كيجي رطيط بحال سلك الماء برا، وكيجيب هاد الديزاين هذا في الارجونتي، درناه مع هاد البونطالون في نوار تاي هوت، هذا تا هو راه في لا كوليكسيون جديده، موديل رائع وانيق، كيجي هنا كامل بالصديفات. وبالنسبه للي بوش، كيجي ستيل كاري. شوفوا البنات لي بوش كيجي ستيل كاري اللي دابا لا طوندونس. هذا الثمن ديالو 140 درهم. وبالنسبه للبول ديالنا الثمن ديالو 120 درهم. هذا البنات راه كيجي دوبل طاي، كاين ام ال ولا اكس ال دوبل اكس ال. وفرجينا حسافدنا باسكيت. وبالنسبه للالوان، بالنسبه للموديل اللي لابسه خديجه عندنا فيه البيج، عندنا فيه الكري، عندنا فيه الغوز، عندنا فيه هذا الموطار، وكاين فيه كذلك لا كولور نوار. ومن غير هاد لو ستيل متوفر عندنا كذلك هاد ديزاين حتى هو. هذا البنات راه ستوندار، هذا يعني ما فيش لا تاي، ستوندار يلبس من الام حتى للدوبل اكس ال. هذا فيه الموطارد، فيه الموف، فيه هاد البيج، عندنا فيه كذلك هاد البيج كلاغ، عندنا فيه الفير. تلوينه ما شاء الله كبيره، هذا موف ياك، تلوينه كبيره، وانت هو بنفس الثمن 120 درهم. شوفوا ليا البنات اخر تنساق تشوفوا في لا فيديو ديالي ديال اليوم. شوفوا ليا درنا هاد البيل، هذا راه يلاه دخل في لا كوليكسيون جديده، كيجي هكا بالوريدات، تريكو ديال الصوفا، كاليتي ديالو زوينه البنات، كيجي رائع في البيصه. درنا تنساق مع هاد البونطالون جينز ياك، ومع هاد النحيله، هاد الكات النحيله ما شاء الله. شوفوا ليا كيفاش كيجي في البيصه، موديل معتبر البنات في الفيرني في لا كولور نوار. بالنسبه للبيل ديالنا ما شاء الله راه فيه تلوينه كبيره، يلا دخل، هذا موديل طاليان البنات. شوفوا ليا الالوان، من غير الفير متوفر فيه كذلك لا كولور بيج، عندنا فيه المارون، عندنا فيه الموف،
عندنا فيه كذلك هاد لو جون سيترون وكيلفار اللي ديجا لابسه لكم آية. هذه هي التلوينه اللي مشوفره في هذا الموديل. وبالنسبه للثمن آية، بالنسبه للثمن 180 درهم. ومتوفر عندنا كذلك في هذا لو ستيل ديزاين اخر اللي كيجي هكا بلا غايور. شوفوا ليا، عندنا فيه الفار، عندنا فيه النوار، وعندنا فيه الموف. هذا البنات راه ستوندار، لا هاد ديزاين راه الموديل الاخر اللي شفتو ملبوس. وتال هنا البنات غنقول لكم السلام عليكم. كنتمنى لا فيديو ديالنا ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تخلوش علينا بلا لايك ولي كومونتير زوينين، والاراء والاقتراحات ديالكم اكيد، وشنو تبغيو مازال تشوفوا معنا، وشنو تبغيو نوفروا لكم في المكازان. وان شاء الله ديما معكم، ديما معكم بالجديد والتنسيقات ولي بروموسيون.